مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. تحيه كبيره جدا جدا لحضراتكم. عاجبني نمره واحد طبعا عشان نعرف الكلام على ايه في حلقه النهارده. عاجبني الحاله اللي موجوده على صفحات السوشيال ميديا الاهلاويه بجد، لانه في اهلاويه مش بجد. صفحات الاهلاويه والردود الافعال والتفاعل من جماهير النادي الاهلي، وده يمكن حاصل بسبب البدايه الجيدة جدا اللي بدأها الأهلي في مشواره في بطولة أفريقيا. ابتدينا نرتب صفوفنا مرة تانية، ابتدينا نستوعب الهجمة الشرسة اللي كانت على كل تفصيلة كبيرة كانت أو صغيرة في بداية أو قبل الموسم ما يبدأ فعلا في الفترة الأخيرة. والناس كلها النهاردة بتقول كل اللي فات مات، ومن النهاردة احنا في ظهر فرقتنا. وأعتقد أن البداية اللي قدمها الأهلي قدام اتحاد المنستيري وحدت يعني ده واحد من مكاسبها، يمكن ما كناش حاسين. اتكلمنا على مكاسبها امبارح، النتيجه، الرساله، العرض، الاطمئنان، الثقه، ظهور الصفقات الجديده، مستر كولر والدفعه المعنويه في كل دي مكاسب. لكن المكسب الحقيقه من المكاسب اللي ما اتكلمتش عليه امبارح هو فكره انه في حاله توحد مره ثانيه جماهير النادي الاهلي واقفه في ظهر فرقتها ان شاء الله لغايه لما نوصل ل الماتش الأهم أعتقد في بداية الموسم اللي هيكون السوبر اللي هيجمع بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي، واللي بالفعل نفذت التذاكر. يعني لقاء نتمنى الحقيقة أنه يظهر بصورة وبشكل مشرف للكرة المصرية. رغم أن أنا الحقيقة عندي قناعة تامة أنه لا يجوز ولا يصح مع كامل الاحترام للجميع الحقيقة انه يتحط كيان على المستوى العربي او المستوى الافريقي في مقارنه مع اسم النادي الاهلي باي شكل من الاشكال. وده مش وجهه نظر، دي حاجات مبنيه على قواعد ومبنيه على اصول ومبنيه على حقائق ومبنيه على ارقام، وانا جايبها لكم بالورقه والقلم عشان انا بحب في الحاجات دي اتكلم معاكم بالورقه والقلم. في ناس كتير قوي بتحب تحط نفسها في مقارنه مع النادي الاهلي، وكان في تقارب في المستويات، وكان في تقارب في الامكانات، وكان في تقارب في الانجازات والبطولات. وبشوف ده انه ملوش منطق وملوش سبب مقنع او طبيعي او موضوعي، الا انه بس ممكن يكون يعني استفزاز مثلا لجماهير النادي الاهلي، محاوله اثبات ما لا يمكن اثباته في ملاعب الكوره. وبالتالي ايه المانع ان احنا ننكش يعني جماهير النادي الاهلي؟ لكن تعالوا النهارده نتكلم بالورقه والقلم زي ما قلت لحضراتكم. فقرتنا الاولى في الحلقه هنتكلم بالتفصيل يعني ايه قيمه تيشرت النادي الاهلي فنيا واقتصاديا. لكن خليني اقول لحضراتكم ان بما ان احنا بنحضر ومستنيين وفي انتظار الظهور الثاني للنادي الاهلي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في مباراه نتمنى انها تكون جماهيريه. وبالفعل اداره النادي الاهلي طلبت الجهات الامنيه على انها توافق على الحضور الساعه الكامله لملعب الاهلي ويا السلام اللي بتقدر بحوالي 22,000 متفرج عشان تملى المدرجات. ونتمنى الحقيقه انه طلب النادي الاهلي وهو طلب اعتقد يمكن قبوله في بداية الموسم، وخصوصا الحقيقة مع موسم كان ناجح جماهيريا السنة اللي فاتت. كل جماهير الكرة في مصر مش بس جماهير النادي الأهلي الحقيقة قدمت تابلو أكتر من رائع. فنتمنى إن شاء الله أنه الحضور الجماهيري يكون كبير في المباراة الجاية. والمعلومات اللي عندنا كمان بتقول أنه لا الاتحاد الإفريقي ولا اتحاد المنستيري عندهم أي مشاكل في الجزئية دي، بالعكس في موافقة على ده، وتتبقى طبعا موافقات الجهات الأمنية على الحضور الكامل في المباراة. نتمنى إن شاء الله يكون تابلو رائع نحتفل فيه بتأهل الأهلي لدوري المجموعات. خليني قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة أفكركم بالنهاردة، لأن إحنا عندنا ضرب نار من هنا لغاية كأس العالم. كل البطولات بتحاول إنها تسرع في إيقاعها عشان فترة التوقف طبعا نتيجة مشاركة المنتخبات في بطولة كأس العالم. عندنا النهاردة جولة من جولات الشامبيونز ليج، خلينا نشوف ماتشات النهاردة إيه والماتشات اللي أنا شخصيا أرشحها لحضراتكم. عندنا كوبنهاجن الدنماركي في مواجهة مان سيتي في مباراة طبعا أعتقد محسومة مقدما بعد العرض القوي. بالمناسبة آخر جولة أعتقد السيتي كان حسمها في مواجهة كوبنهاجن في ملعب الاتحاد بنتيجة 5-0. لكن اللي عايز يتفرج على هالاند كابتن ماجد يتفرج طبعا ويتابع المباراة. عندنا اليوفي الإيطالي في مواجهة ممثل الكيان المحتل. عندنا سالزبورغ في مواجهة دينامو زغرب. ميلان الإيطالي في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في لقاء ثأري. عندنا شختار في مواجهة ريال مدريد. عندنا لايبزيج الألماني في مواجهة سلتك الإسكتلندي. دورتموند في مواجهة سيبيا الإسباني. وبنفيكا في مواجهة باريس سان جيرمان. أعتقد أن يمكن تكون المواجهتين الأصعب أو الأقوى هيكونوا الميلان في مواجهة تشيلسي وباريس في مواجهة
بنفيكا. خليني اقول لحضراتكم طبعا انه حلقه النهارده هطلب منكم من جماهير النادي الاهلي انها تعبر في رساله ل يعني للاعيبه النادي الاهلي قبل ان شاء الله مواجهه الاتحاد المنستيري التونسي مباراه العوده. ايه الرساله اللي تحبوا توجهوها لنجوم النادي الاهلي قبل مباراه العوده؟ نروح لاهم العناوين والاخبار النهارده، والبدايه مع الاهلي. الاهلي راح اليوم من التدريبات استعدادا لمواجهه الاتحاد المنستيري في دوري الابطال. الاهلي يسعى لحضور جماهيري كامل في لقاء العوده امام الاتحاد المنستيري. والاهلي يجهز ساو للمشاركه في ضربه بدايه الدوري امام الاسماعيلي. رابطه الانديه بتعلن قائمه المواد الممنوعه في مباريات الدوري. ورجال سلة الأهلي يتأهلون لدور الثمانية في البطولة العربية. خلينا أتكلم معاكم بقى النهاردة بالورقة والقلم، بالأرقام، على الزوبعة اللي كانت وما زالت مستمرة على تيشرت النادي الأهلي. كلام كتير جدا الحقيقة على تيشرت النادي الأهلي من حيث الشكل، عايز أتكلم معاكم من حيث الشكل ومن حيث المضمون. التيشرت اللي ظهر بيها النادي الأهلي في اول يعني ماتشاته في بطوله دوري الابطال، واللي عملت حاله جدل بشكل كبير جدا قبل بدايه الموسم. والكلام هنا على القيمه، على القيمه الخاصه بالتيشيرت، القيمه الفنيه، ودي شق مهم جدا. احنا دايما بنقول تيشيرت النادي الاهلي تقيله قوي. تقيله قوي يعني ايه؟ يعني وايه تاثير فكره تقيله قوي دي؟ يعني بنعمل بيها ايه؟ ومن الناحيه الثانيه الناحيه الاقتصاديه، قيمه تيشيرت النادي الاهلي من الناحيه الاقتصاديه وفي الجزئيه دي. وطبعا من حيث الشكل دي حاجه بتهم جمهور النادي الاهلي جدا، وانتم عارفين ان الشركه اللي بترعى ملابس النادي الاهلي واحده هي تقريبا يمكن نمره واحد على مستوى العالم. لكن يعني قصه البراند دي بتهيألي ملهاش علاقه تماما بالناحيه التسويقيه. وبالمناسبه الاهلي يمكن يكون الفريق الوحيد في مصر اللي على مدار تاريخه لبس تقريبا لكل واكبر الاسماء في عالم الملابس الرياضيه. مفيش ماركه او مفيش براند عالمي ما لبست او ما حطش اللوجو بتاعه والبراند بتاعه على تيشرت النادي الاهلي. فالقصه مش قصه البحث عن براند بس، لكن هنا كيفيه استغلال براند النادي الاهلي. ودي الجزئيه المهمه. كام نادي في العالم بيلبس تيشرت حمراء؟ سهل قوي انك انت تروح تشتري نفس التيشرت دي وتحط عليها اي لوجو. لكن اللي بيعمل الفرق هنا هو اللوجو او البادج الخاص بتيشرت النادي الاهلي. ومن حيث الشكل اكبر انديه العالم طبعا بتلبس لنفس الشركه، وانا جبت لكم مثالا على ده طبعا الملكي ريال مدريد، نادي طبعا واحد من اكبر انديه العالم والمنافس الاول للنادي الاهلي على مستوى اكبر الانديه او اكثر الانديه حصولا على الالقاب، وطبعا عملاق البوندسليغا المسيطر والمهيمن على البطولات في المانيا، واحد من كبار الفرق الاوروبيه وكبار الفرق في العالم طبعا، واللي سبق لينا مواجهته في اكثر من مناسبه ما بين وديه وما بين رسميه، بايرن ميونخ. ودي تيشرت النادي الاهلي. هي عموما الشركه من الناحيه الجماليه يعني، ودي مساله اذواق، بتتسم الاستايلات بتاعتها بالبساطه في التصميم. يعني بما انه الفرنساويين والطليان هم ملوك الموضه يعني، فدايما الفرنساويين عندهم مقوله شهيره جدا اسمها لا سامبليسيتي سي لا بوتي، يعني البساطه هي الجمال. وانا بشوف وانتم بتشوفوا حتى تيشرت ريال وحتى تيشرت البايرن خطوط بسيطه جدا، ما فيهاش شغل، ما فيهاش بهرجه، ما فيهاش تفاصيل كتير. وفي النهايه دي مساله اذواق. لكن لما نيجي لقيمه اللوجو بقى، قيمه البادج، قيمه اسم الكيان، اسم النادي الاهلي اللي دايما يصنع الفارق، محتاج اقف مع حضراتكم في نقطتين عشان نعرف قيمه النادي الاهلي بالورقه والقلم زي ما قلت لكم، بالارقام بتقول ايه، سواء على المستوى العربي او على المستوى الافريقي. والاثنين دول بيعكسوا فوارق شاسعه، فوارق شاسعه على المستوى الفني وعلى المستوى الاقتصادي، علما بان صفقه ملابس النادي الاهلي هي صفقه تاريخيه. مفيش نادي على مستوى قاره افريقيا، مش بتكلم على المستوى المحلي، بتكلم على مستوى قاره افريقيا بكل العمالقه اللي فيها، بكل الاسماء المحترمه والكيانات الكبيره جدا واللي حققت بطولات كتير جدا على المستوى المحلي في بلادها او على المستوى الافريقي. عندنا الرجاء، عندنا الوداد، عندنا مازيمبي، عندنا الزمالك، عندنا سان داونز وغيرهم من الانديه. ما فيش حد فيهم وصل لهذا الرقم في صفقه رعايه الملابس. خلينا نروح لقيمه الانديه الاعلى تسويقيا على المستوى العربي. واحد،
قبل ما استعرض القائمة مع حضراتكم، الأهلي بس، دي أهم نقطة، إنه الأهلي هو النادي العربي الوحيد اللي بيمثل القارة الأفريقية في الأندية الأعلى تسويقية. الأندية العربية فيهم، أو قائمة الأندية الأعلى تسويقيا والأغلى تسويقيا على مستوى الأندية العربية، فيها 9 أندية من الخليج ونادي واحد فقط من أفريقيا، أو 9 أندية من آسيا ونادي واحد فقط من أفريقيا، هو النادي الأهلي المصري اللي بيحتل المركز 9. النصر في المقدمة بإجمالي قيمة تسويقية 63 أو تقترب من 64 مليون يورو. بيجي معاه في المرتبة الثانية الهلال، النصر السعودي طبعا، الهلال السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تقترب من 61 مليون يورو، ودول الأعلى تسويقيا على مستوى الأندية العربية بفوارق كبيرة جدا. بعد كده بيجي الشارع الإماراتي بمبلغ يقترب من 40 مليون يورو، اتحاد جدة السعودي 36 مليون يورو، الشباب السعودي 35.5 مليون يورو، الدحيل القطري 31 مليون يورو، الاتفاق السعودي 31 مليون يورو، ثم الوحدة 29 أو تقريبا 29.5 مليون يورو، ثم الأهلي، الوحدة طبعا الإماراتي، ثم الأهلي المصري 28.35 مليون يورو. بيجي في المركز العاشر العين الإماراتي بأعتقد 28.12 مليون يورو. الأرقام دي بتأكد أنه طبعا حاجتين، خدوا بالكم أنه الأهلي على المستوى الرسمي قابل الدحيل وقابل الهلال السعودي في مناسبتين مختلفتين كانوا مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، وانتوا عارفين طبعا القدرات الاقتصادية الكبيرة جدا للأندية الخليجية، ورغم الفوارق في القيمة التسويقية لكن نجح الأهلي انه يتغلب على الدحيل على أرضه ووسط جمهوره في بطولة كأس العالم للأندية، وكان هو مستضيف البطولة، واحد من أقوى الأندية القطرية، واحد من أقوى الأندية الآسيوية بشكل عام. ثم كانت المواجهة الثانية أمام الهلال السعودي، والفوارق من ناحية التسويقية تكاد تكون الضعف. قدرات الهلال السعودي، عمل صفقات، يمكن حتى الصفقات أو الانتقالات اللي عملها قبل بطولة كأس العالم على ما أتذكر كان فيه 2 من اللاعبين اللي اشتراهم الهلال قبل البطولة كانوا تقريبا في حدود 25 مليون يورو، نتكلم على صفقتين فقط لغير. ورغم كده الأهلي قدر يتفوق على الهلال بنتيجة 4-0. فبالتالي هنا احنا بنتكلم على القيمة الفنية، فكرة بقى اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، فكرة انه ليه تيشرت النادي الاهلي تقيلة وازاي اللعيبة اللي بتيجي النادي الاهلي بترتفع قيمتها التسويقية. وارجع وبص على ترانسفير ماركت مثلا لمعظم نجوم النادي الاهلي، القيمة التسويقية قبل الانتقال للنادي الاهلي كانت كام، وبعد الانتقال وبعد المشاركة وبعد تحقيق الالقاب مع النادي الاهلي بتبقى كام. الجزء الثاني من الارقام مرتبط بالقارة الافريقية، ولما نيجي نبص للأندية الأعلى تسويقيا طبعا الأهلي في الصدارة بما أنه كان الأعلى على مستوى الوطن العربي والوحيد الممثل لقارة أفريقيا، لكن على مستوى القارة الأفريقية الأهلي بيأتي في الصدارة ب 28.5 مليون يورو، سان داونز في المركز الثاني 25 مليون يورو، الزمالك في المركز الثالث 22 مليون يورو، الترجي رابع 18، بيراميدز خامس 17، الوداد المغربي سادس ب 16، اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي سابع ب 15 مليون يورو، والرجاء في المركز الثامن برصيد 15 مليون يورو. دي قيمه الانديه الاعلى تسويقيا على مستوى القاره الافريقيه. توضح لحضرتك ايه الفارق؟ ليه تيشرت النادي الاهلي هو التيشرت الاهم على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، ويكاد كمان يكون بالنتائج وبالالقاب وبالانجازات وبالمشاركات على المستوى القاري، سيبك من المحلي ده لان المحلي انت خارج المنافسه، انت تغرد منفردا، انت مش محتاج، فيش حد يقدر يقارن مبنى مهما كان عظمته مهما كان ارتفاعه بالهرم، ما فيش حد ممكن يقارن عربيه مهما كانت امكانياتها ومهما كانت سرعتها بالطياره، المقارنه في الوضع ده تبقى هزليه، المقارنه تحصل بين حاجتين نكون محتارين في تحديد مين الافضل فيهم، لكن كل ما هو في خانه النادي الاهلي يصب في مصلحه ارقام او قيمه تسويقيه او بطولات او انجازات، طبعا فوارق كبيره جدا على المستوى المحلي وتكاد تكون ايضا على المستوى الافريقي، الاهلي مازال يغرد منفردا. نرجع ونكمل حلقتنا وندخل في تفاصيل اخبارنا في السادسه بس بعد الفاصل. وبمناسبه الارقام دي وفكره المكسب والخساره والحقن بالجزء الخاص بتيشيرت النادي الاهلي، خد بالك انت الميركاتو بتاعك الموسم ده كان 3 صفقات، يعني برونو سافيو، شادي حسين، مصطفى ميسي.
وبالتالي انت طبعا انت شفت الميركاتو، شفت نادي زي اسوان عامل تقريبا داخل في 20 صفقه، نادي زي الزمالك 11 صفقه، نادي زي الاتحاد، زي المصري، زي سيراميكا، زي الاسماعيلي. سوق الانتقالات الموسم ده تاريخي من حيث عدد الصفقات. يعني ال 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 النادي اللي بيعمل النهارده 7 8 صفقات بيبقى بيتقال عليه عمل ميركاتو قليل. ورغم انه الاهلي ما عملش غير 3 صفقات بس، بس هو الاقوى والاعلى من الناحيه التسويقيه. ده سكواد الاهلي اللي احنا بنتكلم عليه. ده سكواد الاهلي اللي كان مكسر الدنيا في افريقيا وفي يعني افريقيا ومحليا وعالميا في الموسمين اللي قبل الموسم الماضي. وبالتالي القصه مش قصه عدد، القصه قصه قيمه، القصه مش قصه كم، القصه قصه كيف. ولو كانت تمت صفقه الاهلي الاخيره كان كمان قيمه الاهلي التسويقيه هتبقى اعلى من كده بمراحل حتى على المستوى العربي. يعني بنتكلم احنا فوارق كبيره جدا على المستوى الافريقي، واقرب حد مننا يعتبر بعيد عننا، لكن الفوارق على مستوى الانديه العربيه مش كبيره قوي. يعني صفقة الأهلي صفقة أو صفقتين تانيين، واحدة فوق السن واحدة تحت السن، ترفع من قيمة سكواد الأهلي بدل ما هو في المركز التاسع عربيا ممكن يوصل للمركز السادس أو الخامس عربيا. ودي قيمة النادي الأهلي وقيمة تيشرت النادي الأهلي. طيب نروح لأخبارنا النهاردة. طبعا مستر مارسيل كولر قرر النهاردة يبقى راح. امبارح الفرقة رجعت، أول امبارح رجعت من السفر، امبارح اتمرنت، النهاردة قرر مستر كولر أنه يكون راحة، ومن بكرة ترجع الفرقة مرة تانية للاستعداد لماتش يوم السبت ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الاهلي يظهر بشكل قوي. خدوا بالكم كمان، ودي حاجه يمكن ما كناش فيها امبارح، حاله الملعب اللي احنا لعبنا عليه امبارح ما هياش احسن حاجه. يعني الملعب ارضيته فيها مطبات كتير، فيها نجيله عاليه ونجيله واطيه، الكره وهي ماشيه مش ماشيه يعني مش ماشيه مرتاحه. فبالتالي الكنترول والباسنج او الباسات بين اللعيبه وبين بعضها بتاثر فيها بشكل كبير جدا حاله ارضيه الملعب. وبالتالي اعتقد انه شكل كره الاهلي كمان في ماتش العوده ان شاء الله على الاهلي ويا السلام هيبقى باذن الله افضل بكتير، ونشوف كره وتبقى مباراه كده ممتعه ان شاء الله. بالمناسبه بيرسي تاو، انا كنت قلت لكم امبارح انه دخل في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي، ومفترض انه بيخضع للقياسات البدنيه اللي عملتها الفرقه او عملها يعني لعيبه النادي الاهلي في بدايه الموسم عشان يتحدد له البرنامج اللي على اساسه يدخل في التدريبات الجماعيه بشكل كامل، ومن ثم بعد كده يبقى جاهز للمشاركه في ماتشات الاهلي بعيد تماما كل البعد عن ماتش اتحاد المونستيري. لكن يعني احتماليه مشاركته في بدايه مشوار الاهلي في الدوري العام كبيره جدا، ومن الوارد جدا ان هو يكون جاهز للمشاركة أمام الإسماعيلي إن شاء الله. إسماعيلي بعد الاتحاد المونستيري، أتوقع طبعا هو جدول المواعيد بتاع الدوري لم يتم الإعلان عنه، لكن هي المواجهة الأولى اللي تم الإعلان عنها. وبما إنه الدوري هيبتدي يوم 18 زي ما أعلنت رابطة الأندية، يبقى بالتأكيد الأهلي أتوقع أنا شخصيا إنه هيبدأ 19. الطبيعي والمنطقي إنه هيبقى عنده ماتش السبت، صعب قوي يلعب الثلاث، ولكن طبعا نستنى لغايه لما يتم الاعلان رسميا عن جدول ماتشات الدوري. وفي الاغلب هيكون مباراه الاهلي والاسماعيلي في الاغلب، يعني دي مش معلومه، دي وجهه نظر، هتكون يوم الاربع زي بكره كده ان شاء الله. من ناحيه ثانيه الحقيقه زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، في محاولات مع اتحاد الكوره ومع وزاره الرياضه من قبل اداره النادي الاهلي انه الماتش اللي جاي يبقى كرنفال. يعني بدايه مشوار الاهلي في بطوله افريقيا عامل نتيجه كويسه جدا في مباراه الذهاب، فبالتالي في مطالبه لاتحاد الكوره ولوزاره الرياضه انه يسمح لجماهير النادي الاهلي ان هم يحضروا المباراه اللي جايه بالساعه الكامله لملعب الاهلي والسلام اللي هي بتبلغ 22,000 يعني متابع او متفرج. ونتمنى ان شاء الله انه هذا المطلب يلقى قبول. وطبعا القرار في النهايه زي ما قلت لكم الاتحاد الافريقي ما عندوش اي موانع، والاتحاد المونستيري برده ما عندوش اي مشكله، خصوصا ان هو دخل تقريبا في ملعبه برده بالساعه الكامله. نتمنى ان شاء الله ان الجهات الامنيه توافق على هذا الطلب. من الملعب ومن المباراه خلينا نروح لفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، طبعا المتالق في منافسات البطوله العربيه واللي تاهل بالفعل لدور الثمانية. البطولة تستضيفها طبعا دولة الكويت الشقيقة بعد ما تغلب على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76. الأهلي المصري يواصل الحقيقة عروض قوية جدا
في البطولة، ويمكن هو ابتدى بالفوز على الميناء اليمني بسكور كبير 132-53، بعد كده الغرافة القطري كانت النتيجة 108-59، بعد كده فاز على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71، وبكده تصدر مجموعته وتأهل لدور ال 16 بكل نجوم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لكل رجالتنا في الكويت. مستنيينكم ترجعوا لنا باللقب إن شاء الله. طبعا معانا واحد من نجوم الكرة التونسية، نجم الترجي ونجم الاتحاد المنستيري السابق سامي العروسي، ضفنا من خلال طبعا المداخلة الهاتفية ومعانا بيكلمنا من تونس. نرحب بيه ونشكره على مداخلته معانا في السادسة. مساء الخير واهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي. مساء النور كابتن احمد سمير، وان شاء الله في حصة السادسة تعدى يعني حصة حلوة. اهلا اهلا وسهلا بك دايما، واهلا بكل اشقائنا التونسيين. يعني طبعا المواجهات المصرية التونسية ليها باع طويل جدا، والأهلي تحديدا كمان الحقيقة مع معظم الفرق التونسية، وكلها فرق محترمة وفرق دايما عندها شخصية البطل، يعني تاريخ طويل جدا. يهمني أسمع رأيك في المواجهة الأخيرة، وانت كنت واحد من نجوم الاتحاد المنستيري طبعا، فريق واعد، فريق قدم موسمين اخيرين اكتر من رائعين، وكان بينافس على لقب بطوله الدوري التونسي لغايه اخر لحظه مع الترجي. شفت ازاي لقاء الذهاب، وازاي بتشوف فرص الفرقتين في لقاء العوده؟ تقريبا الاتحاد المنستيري ليس من المرشحين لحصول بطوله افريقيا مثل الترجي والاهلي، ولكن فريق يعني في التكوين بتاعه عمل موسم جيد الموسم اللي فات، وهدد الترجي ديال التونسي البطوله، وكان ينجم حتى في الترتيب كان ينجم يتحصل على البطوله. الموسم هذا يعني تقريبا يعني البطوله التونسيه كانت متوقفه وما ولم تنطلق، يعني قعد الترجي ولا الاتحاد المنستيري قعدوا يستناو في البطوله الافريقيه باش يظهروا في المستوى نتاعهم، باش نعرفوا المستوى نتاعهم الحقيقي. فريق الاهلي يعني يقعد فريق كبير، يقعد الفريق اللي يخوف انت في حتى كي يلعب خارج الميدان نتاعو. الاتحاد المنستيري في المدرب داركونوفيتش خير باش يلعب في يعني نقولوا احنا في الدفاع، خير باش يلعب في نص الملعب نتاعو. يمكن الخطه دي عملها السنه الفارطه مع الترجي التونسي مع وفاق خطيف ونجح فيها، ما تخطى يعرف الامكانيات نتاع الفرديه نتاع كل لاعب من الاتحاد المنستيري ولا الاهلي المصري، يتفوق نوعا ما في الخبره في الماتيراسيون تكتيك، يعني في الفنيات، زاد في اللاعبيه هذوما عندهم خبره. خير باش يكون محتاط نوعا ما، ويخلي تقريبا يخلي النتيجه في خطا للفريق المنافس، لكن الاهلي المصري كان يعني كان حاضر، كان مركز في المقابله هذه، وخذا راحه كبيره يعني، لانه وخر له شويه خذا راحه كبيره في نقولوا احنا في تدوير الكوره من اليمين الى اليسار، في الخروج بالكوره كان الخروج نتاع الاهلي المصري كان لين، كان بسهوله. الفريق الاتحاد المنستيري تعب في المهاجمين، لانه الخط الدفاع الاولاني عنده كان المهاجمين، وهذيك الخطا الوحيد اللي عمله. في الهجومات المعاكسة لم يجد معناتها النفس معناتها باش يكمل الهجمة ولا باش يطلع بالعدد التفوق العدد القدام، كانت المسافة بعيدة بين من يفك الكرة ولا يوصل للمرمى، كانت المسافة أكثر من 50 متر وتوصل حتى ل 60 متر. التهديد على المرمى ما كانش موجود يعني في هذا المستيري، وكان التعب في الخط الامامي كان تم. اسمح لي كابتن سامي اسالك، يعني البعض كان بيتساءل ازاي اتحاد المنستيري او ازاي داركو نوفيتش لجا لفكره التكتلات الدفاعيه ومحاوله اللعب على الهجمه المرتده وفقدانه لاستحواذ الكره على ملعبه وسط جمهور. الحقيقه واضح انه يعني عاشق للاتحاد المنستيري بشكل كبير جدا، كان ممكن يكون واحده من اوراق الضغط على النادي الاهلي المصري، ويمكن نتيجه المباراه صعبت الموقف اكتر. يعني كيف لو انت حتى مكان داركو نوفيتش، كيف تفكر في مباراه العوده؟ هل ممكن انك انت تغامر وتاخد المبادره، او تفكر انك انت تهاجم الاهلي على ارضه وعلى ملعبه وسط جمهوره، ولا ممكن دي تبقى بمثابه انتحار، ولا تحاول انك انت برضه تامن وتلعب بنفس طريقه الهجمه المرتده على وعسى؟ يعني هو طريقه الدفاع يعني طريقه انك تخلي الاهلي المصري يلعب هي خطر، يعني انك تطلع للاهلي تنجم تطلع قدام للاهلي، وثما فرق كبيره طلعت للاهلي، لكن خروج الاهلي بالكوره متمكن يعني فنيات كبيره للاعبين ينجموا يخرجوا بالكره وينجموا يهددوك يعني، وتنجم تكون
يعني نتيجه كانت لازم تكون حتى الهدف لصفر كانت لازم تكون موجوده حتى لو كانت طلعت الفوق للاهلي، خاطر لازم يستحفظ الاهلي ولازم يخلي الخطر نتاعو حتى في الهجمات المعاكسه يكون مخطر. داركونوفيتش اختار انه يخير انه الاهلي يرتكب الاخطاء والا في الكرات الثابته والا في الهجمه المرتده، يعني لم ينجح في كذا حالات اللي اختارهم، والاهلي المصري خطف الهدف يعني في ال 90 زائد 3 خطف الهدف نتاعو. وكانت محظوظ يعني عن طريق محمد عبد المنعم في الهدف. دراجونوفيتش جرب الخطه هذه وحب يهز يقول احنا المقابله للاياب باش يعمل زاد التكتل نتاعو باش يحاول، لان الاهلي المصري في الاياب باش يطلع بالطريقه نتاعو باش يطلع بالعدد الكبير وباش يلقى الهجومات. عايز اسالك كابتن سامي، مين من لعيبه الاهلي لفت نظرك؟ اللي لفت نظري هو كهربا كالعادة، أكرم توفيق يعني، محمد عبد المنعم اللي سجل هدف كان ذكي برشا. نقول لك أنا في الرتور الأهلي الاتحاد المصيري باش يحاول يستحفظ على نفس الطريقة، أيوه، باش يخلي النتيجة صفر لصفر، وفي الآخر المقابلة نتصور كجيت أنا يعني مدرب في آخر المقابلة في النصف الأخير نتاع المقابلة الضغط باش يكون كبير على الأهلي المصري، لأنه يعني هدف لصفر ليس مؤمن للترشح، ونجم يعني اي هدف ينجم يرجع الاتحاد الرياضي المنستيري بدايه. وانت معايا لازم اسالك على الترجي، لانه الترجي يبقى واحد من افضل فرق القاره الافريقيه برضو ومن ابرز الفرق التونسيه، ازاي بتشوف فرصه رغم خسارته في الجوله الاولى من دور ال 32؟ خسارته في المقابله الاولى كانت على اخطاء فرديه يعني زوز تماس يعني لا تقبل يعني ما تقبلش يعني وما نتصورش كان باش تتعاود الاخطاء هذيك. الترجي فريق كبير، فريق اللي عنده زاد عمل تعزيزات باهيه، عمل كما نقولوا احنا الفريق اللي يحضر الشامبيونز ليج. نبيل معلول المدرب الفريق يعرف الترجي يلعب نفس الخطه نتاع الاهلي، يلعب 4-3-3، يلعب الاستحواذ، يلعب الكره الهجمه المركزه. الترجي عنده امكانيات كبيره، عنده الكوليبالي، عنده الشعلاني، عنده بن رمضان، عنده البدري، عنده الهوني، عنده اسامي كبيره يعني موجوده في الخبره في بطوله افريقيا. كما الاهلي لا اظن ان الترجي باش يوصل نصف النهائي والنهائي موجودين، الوداد، الترجي، الاهلي، الزمالك، يمكن هذوما الفرق يعني الرجاء ينجم يكونوا في نصف النهائي بسهوله معناتها. ونتصور الترجي يعني منافس يعني على البطوله هذه، واحده من الكلاسيكيات، واحده من كلاسيكيات الموجهات الافريقيه الاهلي والترجي. نتمنى الحقيقه يكون اللقاء النهائي لقاء عربي. وبشكر طبعا نجم الكره التونسيه كابتن سامي العروسي، طبعا نجم الترجي التونسي ونجم اتحاد المنستيري السابق، كل الشكر ليك وكل التوفيق طبعا، وتمنياتنا بكل الخير والنجاح للمنتخب التونسي في بطوله كاس العالم، في مشاركته في كاس العالم اللي جايه. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل مكملين كلامنا ونستقبل نجمنا في حلقه النهارده من السادسه كابتن سعيد عبد العزيز، هيكون ضيف علينا بعد الفاصل مباشره. معايا خبر لطيف النهارده، يمكن ما قلتوش في فقره الاخبار في السادسه حلقه النهارده، بس يعني هقوله مع ضيفي ونجمي النهارده في السادسه كابتن سعيد عبد العزيز اللي برحب بيه طبعا، منور الدنيا في السادسه، واهلا وسهلا بيك ومبروك طبعا الفوز الاول للاهلي في بدايه المشوار، بدايه الموسم ده. الحمد لله طبعا في البداية يعني أنا مبسوط أن ببقى موجود مع حضرتك دايما يا أستاذ أحمد، يعني كل معلوماتك بتلم كل حاجة احنا بنحب نسمعها للنادي الأهلي، فأنا ببقى مبسوط وأنا موجود معاك وبتمنى لك دايما التوفيق، وألف مبروك طبعا للنادي الأهلي الفترة اللي فاتت. الله يبارك فيك وإن شاء الله مجرد بداية طبعا، والجاية أحلى إن شاء الله بإذن الله. خليني آخد رأيك في، كنت بتكلم النهاردة على فكرة البراندنج، وإنه الرياضة النهاردة بقى في جزء منها بيزنس واقتصاد، وإزاي النادي الأهلي بيعرف يستخدم ده في توفير موارد ماليه، سواء من خلال الرعايه، سواء من خلال التيشيرت، سواء من خلال حقوق البس. وحاجه يمكن انا بستبق فيها الاحداث بس اقدر اراهن عليها وانا مطمن يعني في بطني بطيخه صيفي زي ما بيقولوا، النهارده في خبر عن فريق توتنهام الانجليزي. الفريق ده او اداره النادي تلقت عرض من شركه جوجل او منصه جوجل، المنصه الاكبر طبعا على مستوى طبعا العالم، ان هم يسموا الملعب طبعا ده على عهده ذا سان البريطانيه، انه الخبر ده انه في عرض ان هم يسموا ملعب توتنهام باسم جوجل. احنا شفنا طبعا التجربه دي قبل كده في انجلترا تحديدا، شفناها مع المان سيتي في ملعب الاتحاد، شفناها في ملعب الاميريتس مع
الارسنال، والنهارده جوجل بتقدم عرض لنادي توتنهام، وتوتنهام من الانديه اللي ماليان يمكن تبقى اوضاعه مش احسن حاجه يعني طبعا. اعتقد نادي عليه ديون كبيره جدا. سنة اللي انا بتوقعه انه ان شاء الله باذن الله ملعب النادي الاهلي الجديد هيكون الاهلي برضو رائد في الفكره دي، وهيتم تسويق اسم الملعب واستغلال اسم الملعب للترويج لواحده من الشركات العالميه. وما تقدرش النهارده تفصل الرياضه عن البيزنس وعن الاقتصاد يا كابتن سعيد. طبعا هو انت من غير احنا قلنا هي المنظومه كلها استثماريه، انت بتستثمر في اللعيبه اللي موجوده، بتستثمر في زي ما حضرتك بتقول في تيشيرت نادي الاهلي الجديد، اسم النادي الاهلي نفسه هو اللي بيستقطب المستثمرين عندك بدليل طبعا. أكيد ناس كتير جدا يعني عايزه تدخل حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. عشان كده لو احنا فكرنا حتى رجعنا حاجه بسيطه كده، بنبارك طبعا للبشمهندس عادل القي في البدايه بس الاول طبعا يعني بدون اي انتماءات الاول يعني نتمنى عوده الكابتن محمود الخطيب بالسلامه ان شاء الله باذن الله تعالى، شافي معافي ان شاء الله باذن الله تعالى، وكل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. بنبارك للبشمهندس عادل القي طبعا على رئاسه الشركه، وده يمكن نقطه تحول، هو ده بقى اللي حضرتك بتقول عليه، هو اللي ازاي بيعرف يستقطب الرعاه، اي حد عايز يعمل حاجه في النادي الاهلي اظن طبعا من خلاله عن طريقه هو، لان علاقاته طبعا كبيره جدا. انت كمان بتحط فلوسك في مكان عارف ان انت هترجع لك الفلوس تاني، يعني مش مستثمر. احنا بنشوف الدرجه الثانيه دلوقتي معظم الانديه بتستثمر لكن بتخسر، النادي الاهلي بفضل ربنا بيحط الحاجه وعارف انت ايه المقابل بتاعها، لان انت مستوى اللعيبه نفسهم مش بياخدوا شيء صغير لكن بياخدوا مبالغ كبيره، فانت لازم يبقى عندك الامكانيات اللي توفر للعيبه. صحيح. واحنا بنتكلم على الميركاتو من يومين قلت انه لو رابطه الانديه او اتحاد الكوره يعني ما اعرفش مين الجهه المختصه بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف لو بيتطبق عندنا في مصر كان الميركاتو اللي حضرتك شفته ده ما كانش حصل ولا حتى ربعه طبعا. يعني قيمه العقود، حجم الصفقات، عدد الانتقالات، حقيقه السنه دي يمكن يكون رقم قياسي واستثنائي في تاريخ الكره المصريه. هنقول لي شايف الميركاتو ازاي السنه عموما، يعني مش بس بتكلم على الميركاتو الاهلي عموما، شايف الميركاتو والانتقالات هيكون مؤثر ولا هي مساله تبديل وتوفيق؟ يعني ده ياثر على مستوى المنافسه، ياثر على قوه الانديه، ياثر على قوه البطوله السنه اللي جايه، ولا مجرد لعيبه بتتنقل من هنا بتروح هنا والنتيجه في النهايه او المحصله مش كبيره قوي؟ اولا هو هياثر، مش طبعا انت عشان تعمل عمليه انتقالات بالعدد الكم او زي ما حضرتك بتقول كده، احنا في النادي الاهلي بنقول احنا بنجيب الكيف مش الكم، فاحنا اخترنا لعيب او اثنين او ثلاثه لان احنا عندنا فرقه كبيره ما شاء الله، يعني عندنا فرقه قويه جدا. لكن لما نيجي نحسب السنه اللي فاتت بس عشان الناس بتفكر ان الاهلي كان مش كويس او لا، تعالى نرجع بقى ورا شويه، انت كان عندك من تقريبا لحد اعدهم لك بالظبط عشان بس يبقى في مصداقيه، انت كان عندك الجونه، ايستر كومباني. طيب تسمح لي اكمل الجزئيه دي معاك عشان هندخل فيها في تفاصيل طيب كتير قوي، هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده الكابتن سعيد عبد العزيز. كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن سعيد على فكره الميركاتو وتاثيره مع حجم الصفقات وحجم الارقام اللي دفعت في كتير من اللاعبين اللي اتنقلوا من انديه لانديه او اللي جم حتى جداد من بره، تاثير ده على مستوى البطوله، على مستوى الكوره، على قوه المنافسه. يمكن في الفاصل كان كابتن سعيد بيقول لي احنا كنا شايفين المنافسه تحت، ودي كانت حقيقه طبعا في النسخه الاخيره من الدوري، المنافسه تحت كانت اقوى بكتير جدا من المنافسه على لقب البطوله نفسها، الفرق اللي كانت بتنافس على الهروب من صراع الهبوط لدوري الممتاز به كانت اكتر بكتير، وكان فيها انديه كبيره وانديه شعبيه. هل الصوره ممكن تختلف مع الميركاتو ده؟ هل ممكن نشوف ان المنافسه فوق هتبقى اقوى، هتبقى افضل من الموسم الاخير؟ وده كان السؤال ونسمع رد كابتن سعيد عبد العزيز. زي ما حضرتك بتقول احنا السنه اللي فاتت يعني مش عايزين نقول الدوري يعني مش عايز اقول يعني كلمه كبيره ان الدوري كان خداع، بمعنى ان انت نادي الزمالك الامور كانت ماشيه معاه بشكل كويس، نتيجه ان معظم الفرق لو احنا عديناهم حتى كده مع بعض هنقول ايستر كومباني، الجونه، المقصه، المقاولين، غزل المحله، اسماعيلي، امبي، سيراميكا قاعد باربعه او خمسه بونت، البنك الاهلي، الاتحاد السكندري، المصري، ادي 11 فرقه كانوا قريبين من الهبوط. فمعنى كده وعندهم امكانيات، انا بكلمك عن لعيبه زي الاتحاد المصري، في انديه سيراميكا، مقاولين العرب، الجونه، ودي مفاجاه طبعا نزول الجونه طبعا، يعني متوفر امكانيات كبيره جدا. هل انت ما كانش عندك لعيب؟ لا، جبنا لعيبه وكنا دافعين فلوس ودافعين فلوس كويسه، لكن يعني بان ان الدوري مش قوي بجد، يعني بامانه الدوري ما كانش قوي، الدوري كان قوي تحت،
احنا كنا بنستنى الماتشات مين هيلاعب مين، لكن السنه دي ظهور عدد كبير قوي انتقالات اللعيبه ووجود رجوع كابتن ايهاب جلال طبعا المصري بعد فتره محتاج، مش عايز اقول لك احنا كنا بنتكلم على ان هو محتاج يرجع تاني نفسيا او يثبت نفسه من اول وجديد، فلازم هيجيب لعيبه تشيل النادي المصري. يمكن وجود كامل ابو علي موفر له كل الامكانيات. ايوه الحاج محمد بصالح نفس الكلام في الاتحاد السكندري، عاملين انتقالات كبيره جدا، المحله جايبين لعيبه كويسه. معظم الانديه اللي هتعاني اللي ما اشترتش، بالذات اللي طلعوا الداخليه، اسوان، الانديه اللي صعدت. لا اسوان عامل ميركاتو طبعا، كابتن ربيع ياسين طبعا مدير فني لا غبار عليه طبعا. اسم طبعا, طبعا. تريد مارك زي ما بيقولوا، مع هيثم عرابي عامل صفقات طبعا. برضو وصلت اعتقد اسوان ايه وصل 20 صفقه تقريبا لغايه دلوقتي تقريبا 20 وهم عندهم كمان المستشار الشافعي، حاجه يعني عامل زي الجندي المجهول. يعني تراهن على اسوان السنه دي يبقى حصان اسود للبطوله ولا ما يعني اتمنى اتمنى ده. اتمنى لان انا كنت ماسك كيمه وعرفت قيمه اسوان لما كنت في اسوان. يعني الناس بتعشق اسوان. اتمنى زي ما بيقولوا عليهم تماسيح النيل. اتمنى السنه دي ان شاء الله مع كابتن ربيع يعني حته كمان اهلاويه. انا كمان اسوان دايما من الفرق يعني معرفش في حته كده بحبها طبعا. في حته متعاطف معاهم يعني دايما بحس انه لا انا عايز اسوان على الاقل يفضل في الدوري او يبقى من الانديه اللي يعني مستقره في الدوري، ما يفضلش يطلع وينزل يطلع وينزل. الطيبه استاذ احمد اللي موجوده في اهل اسوان ده طيبه وكرم، لان أيوه. انا بقول لحضرتك كنت ماسك كيمه أيوه. فلما كنت بروح للاستاد عشان امرن والكلام ده فكنت بشوف بقى جمهور اسوان ايوه مش ممكن يا كابتن احمد على الطيبه فاتمنى ان شاء الله السنه دي تحيه لاهل اسوان طبعًا. ناس طبعًا. ناس يعني طبعًا. فوق العشرة على عشرة يعني انا بحب اهل اسوان جدا فانا جدا. اتمنى ان شاء الله باذن الله الدوري السنه دي يبقى يظهر بشكل كويس واكيد أتمنى. هيظهر بشكل كويس لان زي ما بتقول الانتقالات في محلها صحيح. طب تعالى اخد معاك كده جوله سريعه ونستعرض مع برضو الناس اللي بتتابعنا الجنسيات او مشاركات الاجانب المحترفين في الدوري المصري السنه دي. الحقيقه في ارقام بالنسبه لي كانت مفاجاه وفي جنسيات كمان كانت مفاجاه اكتر من الارقام نفسها. طبعا اعلى جنسيه موجوده او اعلى عدد للاعبين محترفين اجانب في الدوري المصري هي الجنسيه النيجيريه، 16 لاعب نيجيري بيلعبوا في مختلف الانديه المصريه. تونس طبعا وشمال افريقيا تالقت معظم الاسماء اللي انضمت للانديه المصريه في السنوات الاخيره، تونس في المركز الثاني 13 لاعب، فلسطين ليها 5 لاعبين محترفين في انديه الدوري المصري، المغرب 5، الجزائر 4 لاعبين، بوركينا فاسو 4 لاعبين، كوت ديفوار او ساحل العاج 4 لاعبين، غانا 4 لاعبين، وغينيا 3 لاعبين. عندنا تنزانيا في 2 لعيبه من تنزانيا، في 2 لعيبه من هولندا احنا نسينا اوغندا عندها 3 لاعبين، ثم تنزانيا 2 لاعبين، ثم هولندا عندها 2، في 2 لاعبين جايين من هولندا في الدوري المصري، واحد منهم محترف في اسوان وواحد ثاني بيلعب في سموحه. تمام. وعندنا من الكاميرون 2 لاعبين، مالي 2 لاعبين منهم طبعا دبابتنا العظيمه اليو ديانج، عندنا السنغال 2 لاعبين، عندنا انجولا 2 لاعبين، عندنا الجابون لاعب واحد وبنين لاعب واحد، ثم الأردن لاعب واحد، توجو لاعب واحد، صربيا لاعب واحد، البرازيل لاعب طبعا نجمنا برونو سافيو صفقة الأغلى ويمكن الأقوى والأفضل في الموسم الحالي، غينيا بيساو لاعب واحد، موريتانيا لاعب واحد، إثيوبيا لاعب واحد، والسودان لاعب واحد، وثم كولومبيا في لاعب محترف من كولومبيا في الدوري المصري، ليبيا لاعب، ومدغشقر لاعب واحد. دي قائمة أو عدد اللاعبين المحترفين الأجانب وجنسياتهم. طبعا كوكتيل يعني اوروبا افريقيا شمال افريقيا اسيا، عندنا فلسطين وعندنا الاردن، فبالتالي امريكا الجنوبيه في منها كولومبيا في منها البرازيل، فيعني برضو بنتكلم على انه السوق بقى غني بالجنسيات. هل شايف انه الاسماء دي او الاعداد دي او الجنسيات دي مفترض انه تمثل اضافه كبيره كمان للكره في مصر؟ والله هو احنا هنتكلم على نوعيه القماشه اللي موجوده وجايه رايحه فين. يعني انت بتتكلم مثلا على البرازيل، بنتكلم على سافيو صفقه غاليه جدا طبعا مكلفه بس جاي النادي الاهلي مش هيقدر عليه. والله بمقارنه باسعار الاسعار المحليه يعني والارقام اللي الاهلي سمعها
في طلباته لانتداب لاعبين محليين، برونو سافيو يعتبر صفقه رخيصه جدا. احنا افتكر حضرتك احنا قلنا لازم نتجه امريكا اللاتينيه، قلنا الامريكا اللاتينيه عندهم ناس بتفكر ولو انت دخلت اكتر، وخد بالك هتبدا الفتره الجايه هيبدا زي ما كده جينا في تونس دلوقتي كان في 2 لعيبه، بدا يبقى في 13 لعيب، المغرب، تونس، البلاد القريبه اللي حوالينا دي فيها لعيبه كويسه جدا، لكن انت بتتكلم على اللعيبه اللي بره. مظبوط. انا شايف ان يعني وجهه نظر شخصيه ان نعمل تقنين لعدد اللعيبه الافارقه اللي بقوا زياده قوي في مصر، يا اما نجيب اللعيب المميز اللي هو يفيد الفرقه، لان انت بتتكلم خد بالك في امكانيات يعني في انجلترا طبعا عشان دوري قوي جدا وانديه غنيه جدا، فحاطين معايير منها مثلا شرط انه يكون لاعب دولي، منها مشاركته مع المنتخب مش عارف تبقى ايه، يعني يقدر يعمل ده. لكن هنا خد بالك القصه غير، وفي انديه امكانياتها الماديه يعني ما تسمحلهاش انها تتحرك في مساحات واسعه وهي بتدور، فبتروح تدور على صفقات تقدر تنتدبها، وخصوصا كمان انه النهارده لما تيجي تدور على اسم لاعب مصري بتسمع ارقام صحيح. يعني فلكيه. صحيح، بس برضو احنا محتاجين ندي فرصه للشباب عندنا، احنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي وازاي ندي فرصه للمنتخب اللي هو ان يطلع يشارك بره مع المنتخبات اللي بره. أيوه. وازاي نجيب ناس تزود تعمل دورات تدريبيه وتثقيفيه للعيبه وللمدربين، احنا عايزين نطور، عايزين نطور وندي لاعبتنا احنا كمان فرصه. لكن انا مش هتكلم على 16 لعيب محترف ايا كان محترف في الدوري العام او في الدرجه الثانيه، لكن برضو انت هتيجي تبص للدوري الافريقي للعيبه الافارقه هتلاقي اللعيب المميز في نادي الزمالك، في النادي الاهلي، مش هنقول اليو ديانج هيروح يلعب درجه ثانيه، مش ما في انديه مش هتقدر تعمل الكلام ده. لا اليو ديانج ولا معلول ولا برونو سافيو ولا بيرسي تاو، مش هنقدر نعمل حاجه. بتتكلم على كواليتي، يمكن الاهلي يمكن يكون مش مبالغه يعني، ولا عشان احنا بنتكلم على شاشه الاهلي، لكن الاهلي في صفقات الاجانب عنده يمكن يعني احسن الفرق استغلالا لفكره انك بتجيب كواليتي او بتجيب خامه تستغل فكره الاجنبي في صفوفك على افضل وجه ممكن. النهارده لما تقول معلول، لما تقول ديانج، لما تقول سافيو، لما تقول بيرسي تاو، بتتكلم على كواليتي في حته تانية خالص. احنا بنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعرف يجيب لعيبه كويسه، ومش بيجيب لعيبه يعني احنا مش بنيجي نقول مثلا كل سنه بيجيب 15 16 لعيب ونجيب مدير فني ونغير، لا النادي الاهلي فيه قوام ثابت كل سنه لو احنا شفناها. وانا مبسوط جدا السنه دي ان احنا ما جبناش عدد كبير من اللعيبه، لان احنا فعلا عندنا قوام لعيبه كويسه جدا، وعندنا فرقه لو قعدت كمان سنتين مع بعض يعني انا بتمناها بقى. يعني احنا كل سنه بنغير، ممكن السنه اللي فاتت غيرنا 2 مدربين، لا انا اتمنى وجود المدير الفني يبقى موجود سنه واثنين وثلاثه مع الفرقه، هيعمل استقرار كويس قوي، هتدي فرصه ان هو يشوف اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. لان انت كنا لسه بنتكلم انا وحضرتك من شويه في الفاصل على ان انت احنا الدوري في 10 هنلعب دوري 18 19 18 يعني يعني تقريبا هتلعب 7 أو 8 ماتشات وهتيجي على الانتقالات. طبعا دي شيء غريب جدا طبعا في الكره المصريه، ما شفناش قبل كده. ما عندكش وقت، بس دي ميزه على فكره. يعني انا شخصيا زي الجمهور كان نفسي الصفقه الخامسه او الاجنبي الخامس في صفوف الاهلي يبدا معانا الموسم، يقدر يخش مع الفريق من البدايه، يخش في جو الماتشات، ويعني وخصوصا انه انا محتاج الخمسه دي برضو تبقى زي ما بيقولوا فرده تقيله، حاجه سوبر يعني. لكن انا بشوف انه فكره كمان انتقالات، يعني خصوصا انه الموسم مقسوم ربع وثلاث ارباع. صحيح. انت هتخلص الاتحاد المونستيري، هتوقف افريقيا وارجع بعد كده في فبراير بقى ان شاء الله. هتلعب مباراه سوبر مع الزمالك، وهتلعب 7 8 ماتشات في الدوري حسب ترتيب الماتشات، ما هياش برده ماتشات تقيله قوي. فلما تيجي في يناير لاول مره من 3 سنين بيبقى في تزامن في سوق الانتقالات في مصر مع سوق الانتقالات بره، ودي بتدي اريحيه في التفاوض، بتدي اريحيه في انك تختار من دوريات مختلفه، وبتدي اريحيه للنادي اللي انت بتشتري منه انه يقدر كمان يعمل صفقه يعوض بيها، فبالتالي التوقيت هيبقى عظيم جدا. بس هم بره لعبوا قد ايه، كام ماتش؟ لا لعبوا كتير. وانت لعبت قد ايه؟ ما طبعا هو التزامن في الوقت، لكن مش التزامن في عدد الماتشات. تمام. يعني احنا في حته وهم في حته ثانيه خالص. ايوه. بس انت برضو يعني انت كان عندك مشكله، انت دايما كنت بتخلص الموسم وسوق الانتقالات بره والانديه اشترت لعبتها وعملت صفقاتها وقدمت قوائمها، فبالتالي عشان تطلع لعيب من هنا تبيعه بره او تجيب لعيب من بره لهنا بتبقى مشكله كبيره جدا. وبرضو يا استاذ احمد اللي انت هتجيبه هيبقى بيلعب. والميزه الاكبر ان انت دلوقتي الانديه اختارت اللعيبه المميزه. يعني لما بتكلم على الانديه مثلا اللي هي الزمالك اختار، لان الزمالك كان عنده مشكله في الخط الهجومي يعني خاصه بعد بن شرقي ما مشي. تقريبا فيش غيري، كان في موجود الجزيري،
فالراجل دعم الخط الهجومي بشكل كويس جدا. لكن احنا المصري نفس الكلام، الاتحاد نفس الكلام، كل واحد جاب النواقص اللي عنده. فهتيجي في الانتقالات هتلاقي عدد محدود جدا في الانتقالات، ممكن لعيب او اثنين في كل نادي. أي. احنا في النادي الاهلي قلنا لعيب واحد بس او ثلاثه لعيبه اجنبي، اجنبي واثنين لعيبه مصريين. دول مع اللعيبه المصريه اللي موجودين اللي ارتاحوا. عشان كده احنا بنقول حتى لما نيجي نتكلم على الماتش الاول اللي فات ده، هنقول ان اللعيبه لسه بتبدا من اول وجديد، يعني هنقول لسه قدامهم ثلاث او اربع ماتشات وهتشوف اللعيبه بشكل تاني خالص. لسه في لعيبه بتجهز، لسه في لعيبه ما عندهاش ثبات انفعالي، لسه في لعيبه لسه ما اخدتش على جو النادي الاهلي. لكن مع الوقت ان شاء الله باذن الله الامور هتتظبط. لكن انت مش هتاخد لعيب سواء النادي الاهلي او الزمالك او الانديه الثانيه، مش هتاخد لعيب غير جاهز. اتمنى برضو الاهلي خد بالك برضو ان في اسماء كابتن سعيد يعني لسه داخله، يعني يعني لسه هتبقى قوه ضربه على السكواد. يعني لعيب زي بيرسي تاو قرب جدا يجهز ويخش يعني تدريبات جماعيه بشكل كامل، اكيد برضه هيكون ليه دور مؤثر. عمار حمدي لما يرجع، انا شايف طبعاً. عمار الحقيقه طبعاً. لسه طبعا مفيش شك من ناحيه امكانيات الولد، عنده امكانيات هائله جدا، ازاي تستغلها مع مستر كولر وتوظفها. هيبقى كهربا نفس الحكايه. طبعاً. كل ده يعتبر اسماء هتدي برضه تقل للسكواد الاهلي بشكل كبير. عشان كده اوراق كلها مهمه يعني. عشان كده بقول لحضرتك احنا، انت حضرتك بتتكلم صح واحنا بنتكلم صح، ان احنا مش بالعدد مش بالكم، لا يعني احنا محتاجين فرقتنا تفضل زي ما هي. الفرقه فيها قوام ثابت. حتى الماتش اللي فات الراجل وهو بيعمل توازن، خمسه لعيبه قدام مع خمسه لعيبه قدام، المغامرات بتاعته هتبقى محسوبه. الفرقه استريحت كويس قوي، باين على الفرقه ان شاء الله باذن الله في تقل. يعني كل ما هيفوت وقت او ماتش او ماتشين او ثلاثه هتحس ان النادي الاهلي بيتغير. انا بقول لحضرتك ان في تحدي قوي جدا من اللعيبه السنه دي، بس هيبقى في عوامل تانية. اتمنى بقى انها يعني ترجع يعني زي ما كلها استقيموا يعني كده. الاعلام يرجع تاني لوضعه الطبيعي، التحكيم يرجع لوضعه الطبيعي زي ما كنا. النادي الاهلي بفضل ربنا قوي جدا بجمهوره. انا ما راهنش بصراحه، ما راهنش وما كفيني. يعني شايف على انه الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي عليه انه يشتغل على فكره انه لا الاعلام هيبقى منضبط وموضوعي ومحايد، ولا التحكيم هيبقى منضبط. نتمنى انه ده يحصل، يعني ما حدش يكره طبعا. لكن انا هلعب البطولات اللي جايه محليا يعني على اساس انه الامور ما اتغيرتش، وبالتالي بيدي لا بيد عمرو. يعني حتى لو التحكيم ليه سقطات انا قادر كويس جدا انه اسجل جول واثنين وثلاثه، قادر كويس جدا ان انا ما يعني ما حدش يقدر يعطلني او يحط في طريقي مطبات صعبه تخليني اتعطل زي ما حصل للموسمين اللي فاتوا. اصلا اعلام بقى، كان تحكيم، كانت رابطه، كان اتحاد، ما مش عارف انت تتفق معاه ولا تختلف. لا يعني. هو كان حاجات كتير جدا غلط السنه اللي فاتت، حاجات كتير جدا كانت سلبيه، لكن مش هينفع تتكرر السنه دي. يعني انا كنت بشوف الفار يعني بيعملوا حاجات بجد يعني بجد تنرفزك انت. لما اكون عايز احسب بلانتي الفرقه برجع اللعب بره. ما بنشوفش كده في اوروبا. يعني في اوروبا الحكم هو اللي بيستدعي الفار. هل دي فيها هو احنا بنعمل عكس احقاقا للحق؟ من اول ما ظهر اسم كلاتنبرج في المشهد في نهايه الموسم اللي فات حسينا انه في حاجه في اداء مستوى التحكيم عموما، يعني مش هذكر حكام باسمهم، بس حسينا انه في حاجة حصلت للأحسن. يعني في تطور مش المأمول أو مش المنتظر، لكن حسينا إنه الدنيا لا، في اختلاف في الإيقاع، في اختلاف في حاجات كتيرة جدا. المستوى ختمنا الموسم إلى حد كبير جدا. طيب. كمستوى التحكيم أنا كويس. اللي بهسأل حضرتك، السعودية دي ده الدوري السعودي اللي كان موجود من 3 4 سنين وخمس سنين؟ أنا اللي بسأل حضرتك. لا ده حاليا طبعا حالياً. لا ليه بقى؟ لا هم عندهم المنظومه كلها اتنقلت نقله نوعيه. حلو. يعني النقله النوعيه مش قصه فلوس بس. ايوه يعني في دول كتير جدا عندها فلوس بس ما تقدرش تعمل بطوله قويه. وفي ناس على فكره عشان الموضوع برضه، في ناس ما عندهمش الامكانيات الماديه اللي ممكن تكون موجوده في الخليج، وعندهم مسابقات منضبطه جدا وقويه جدا. اوكي بس انا بتكلم على السعوديه. الدوري كان زي الدوري بتاعنا تقريبا متشابه. بص عدد المحترفين الموجودين، مش اي محترفين. التحكيم الاول كانوا اجانب وبداوا يعادوا الحكام اللي هي السعوديين يتفرجوا وياخدوا دورات تدريبيه. ده اللي احنا بنطالب بيه هنا، لان الوضع فعلا يعني يعني في حاجات كده. انت حتى لما تقول النهارده الحكم ده لا يحكم انت بتخاف. لا الموضوع ده المفروض ينتهي من مصر خالص. الفار كله اجانب اللي موجود جوه. فشكل الدوري السعودي دلوقتي انت بتبقى مشتاق ان تشوف الهلال بيلاعب الاتحاد، مش عارف مين بيلاعب مين. لكن هنا انت بتستنى الماتشات القويه بتاعتنا. مين؟ اهلي الزمالك، وبنجيب حكام اجانب. بيراميدز نفسه بنجيب حكام اجانب. طب ليه احنا ما بنبقاش نفس المستوى؟
عايزين حته المحايده تبقى موجوده. امبارح بنتفرج على ماتش الارسنال امبارح والليفر ليفربول محايده يا استاذ احمد في كل حاجه. الجمهور نص الملعب نص الملعب الملعب شكل تيشيرتات اللعيبه الاجواء نفسها اللي موجوده تحس انت ماتش الدوري الانجليزي من 20 سنه مثلا او من اكتر شويه حاجه بسيطه ما كانش حد بيتفرج عليه خالص مش يعني ما كانش حد بيتفرج عليه صحيح. يعني وما كانش في نجوم بتحب تروح تلعب في الدوري الانجليزي وكانت مقاسي بتحصل وملاعب سيئه وكره مش ممتعه وجماهير عنيفه. النهارده 20 سنه بس بقى اهم بطوله او اهم دوري على مستوى الكوكب. طيب هنخش في حته ثانيه لان بره في التزام التزام مادي مع اللعيب بياخد من فلوسه قبل الدوري صح كده فبالتالي انا بستمتع وبمتع جمهور. لكن هنا في مصر العكس ممكن اللعيب هنا الاول يجي يلعب بعد كده نلاقي يعني في مشاكل ماديه للعيب فبيضطر ان هو معلش دي مهمه قوي والله مشاكل ماديه ومشاكل الاجهزه الفنيه لا وبنرجع بقى نخش في حاجات بقى عشان الحته دي مهمه جدا بتلاقي في معظم مش في الاهلي والزمالك لان في انضباط او في الانديه الكبيره لكن في انديه ثانيه بتلاقي مثلا معروف 11 لعيب مجرد ان يتعرفوا قبل الماتش بيوم او اتنين بتلاقي في لعيبه زعلانه او مش زعلانه معلش اصل انا زوجتي بتولد اصل انا امي تعبانه اصل فبتحس ان الدنيا بتبعد وتلاقي في مشاكل في الانديه دي وده سبب من الاسباب اللي بتخلي فرق كتير بتنزل بتقع. طيب ارجع معاك لكوره الاهلي ازاي بدايه شفت او قريت مارسيل كولر في انا عارف انها مجرد يعني انطباعات لسه طبعا الاحكام لسه. او التقييم الحقيقي لكولر انا متفائل بيه جدا جدا واتمنى ان شاء الله انه يبقى عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي وبدايات الراجل مبشره الحقيقه في كذا حاجه كده يمكن انا شفتها بس عايز اسمع رايك قريت ازاي مارسيل كولر في مباراه اتحاد المستيل هو مدرب هادي يعني يعني باين عليه ستايل ان هو ستايل هادي جدا كتوم مش بيحب يتكلم كتير في الاعلام ودي ميزه. بدايه المباراه اللي فاتت انا شايف ان هو عمل توازن جميل بين اللعيبه القديمه زي ما بنقول خليط بين القديم واللعيبه الجديده. طبعا وجود توفيق في حته الباك رايت حاجه جميله جدا الحمد لله طبعا رجعنا بالسلامه وتوفيق من اللعيبه اللي هي يعني دايما حتى في المنتخب لان طبعا هو كمان بيلعب ديفندر كمان فعنده الحته الانتحاريه فادى في حته الباك رايت دي بشكل كويس جدا. شفنا عمل توازن في نص الملعب بين هو الناس يتقال ان احنا كنا بنلعب 4 2 3 1 لكن احنا عندنا السوليه من اللعيبه اللي هي بتكمل ورا صافي وزي صافي بالظبط بيكمل في البوكس تو بوكس يعني ممكن يبقى موجود فيرو تاني فممكن الشكل يتقلب 4 1 4 1 او 4 3 3 هو عنده مرونه زي ما قلت لحضرتك وده اللي كنا بنتكلم عليه عنده بقى عنده لعيبه عندها مرونه طاهر عنده سرعه عبد القادر عنده مهارات سافيو عنده مهارات حتى اللعيبه اللي نزلت لو حضرتك شفتها شادي وسافيو كاول ظهور ليهم شفتهم ازاي شادي انا قلت لحضرتك كنت بتمنى وجوده في النادي الاهلي وانا بدرب في الدرجه الثانيه يعني ده الكلام ده من 3 4 سنين وهو في سيراميكا في الدرجه الثانيه اولا لعيب مميز لعيب عنده رؤيه لعيب هداف بيحب يلعب على الجول كتير لكن طبعا هو لسه رهبه النادي الاهلي اول ماتش ليه بطوله افريقيه هو كان بيحاول يعني يعمل كل حاجه فبيحاول ينزل تحت كتير او ممكن يكون تعليمات ان هو ينزل عشان يفضل للناس الثانيه زي ما بنقول بنشوف في اوروبا كده الفرودين ممكن يبقوا على خط واحد او واحد تحت واحد شفنا سافيو بيروح شفنا السوليه بيروح بقى في مرونه ده ما كانتش موجوده في النادي الاهلي طبعا عشان اللعيبه كانت مرهقه وكان حاجات كتير لكن دلوقتي الحمد لله اللعيبه فريش حتى اللعيبه اللي نزلت هتلاقيها على نفس المستوى قفشه نازل عايز يثبت ان هو احسن من سافيو حسام نازل مش عارف شريف عشان فتحس ان لا بقى في تنافس قوي اللعيبه اللي موجوده لعيبه ربنا يا رب يحفظهم من الاصابات كلهم كل اللعيبه طبعا انا بقول برونو سافيو انت قلت على شادي وبرونو سافيو لا انا ده انا 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 عاجبني حتى من الفيديو لما شفته حاجه روعه يعني ان شاء الله اتمنى يا رب ربنا يبعد الاصابه عنه وعلى فكره بيرستاو كمان عشان بس هي اصاباته كتيره لكن لعيب ابن لذينه يعني لعيب انا بتهيألي انه خد وقته وزياده يعني الجهاز الطبي في النادي الاهلي قرر ندي بيرستاو الفرصه الكامله لاستعاده يعني جاهزيته بشكل كامل ما كانش فيه اي مغامره ما كانش فيه اي استعجال لغايه لما يطمنوا عليه وبدايات بيرسي تاو الحقيقه والسيفي بتاع بيرسي تاو انا بيرسي تاو دايما بشوفه سيبك من قصه بلجيكا وانجلترا صحيح انا بيرسي تاو اتفرجت عليه مع جنوب افريقيا نسخه امم افريقيا الجنوب افريقيا اللي كانت بتلعب عندنا في مصر جنوب افريقيا فيها خرجتنا
لو اللي يتفرج على ماتشات جنوب افريقيا في البطوله دي هو بيرسي تاو هو منتخب جنوب افريقيا. صحيح. يعني هو بيرسي تاو هو منتخب جنوب افريقيا. لا هو احدث الفرق كتير مع النادي الاهلي في ماتشات كتير جدا. لكن انت بتحط واحد معلش مع يعني واحد مع 9 لعيبه مجهدين فمش هتقدر تحاسب حد. يعني انت كل ماتش في النادي الاهلي السنه اللي فاتت بنلاقي بنقول يا رب احنا بندعي عشان نقول يا رب حاله الفرقه تبقى كويسه، لكن اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه. احنا استرحنا كويس، معانا مدير فني على مستوى عالي جدا، عندنا ما شاء الله مكان اللعيب 2 و3 موجودين دلوقتي جاهزين، عندنا مرونه الحمد لله في التشكيل. انا بقول للنادي الاهلي ان شاء الله السنه دي باذن الله تعالى والله مش هنحتاج لحد غير ان نقول يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. هو هنحتاج برضه يا كابتن سعيد، والله هنحتاج بس حاجه كده ما حصلتش ان شاء الله. يعني الرهان باذن الله على ميركاتو يناير ان شاء الله باذن الله. ولسه الاهلي كان بيفكر في تحت السن، يعني في تحت السن ان شاء الله كمان يبقى في تحت السن، طبعا مش مرتبطه بيناير، تحت السن تحصل في اي وقت. تمام. حقك انك انت تشتري وتأيد في اول، اعتقد بتحدد لها في اول كل شهر كل تقريبا. شهر فبالتالي من حقك تشتري. فانا راهن على حاجه تحت السن وحاجه فوق السن تبقى ما ودي تبقى اضافه. طب يعني وليه ما ناخدش دي كفكره ونبني عليها ان يبقى النادي الاهلي عنده منتخب امل بنفس السن ده جداً حتى لو من بره. على فكره ده ممكن بس مش يبقى كوره، ده ممكن يبقى بيزنس كمان. ما هو بيزنس يعني فكره انك انت تطلع المواهب دي تستفيد بيها سنتين ثلاثه وتصدر وتجيب. طب هجيب انا بس احنا عشان بس نبقى متفقين، احنا هنجيبهم من بره مش شرط من مصر. بره طبعا. تمام. بره. نجيب لهم مدرب اجنبي. حتى اللي جم من مصر يا كابتن سعيد يعني هو رشدان ودي بيس دول ما يعتبروش. صحيح. وشفناهم. صحيح. رأفت خليل. صحيح. انا شفتهم الحقيقه مع منتخبات مصر الاولمبيه والشباب. لا لعيبه تراهن عليها مستقبل كبير جدا. والله ده مشروع وبزنس. انت اول كلام حضرتك بتتكلم على الاستثمار، ده جزء من الاستثمار. لو ونجيب لهم مدير فني اجنبي خاص بيهم. محمد غزال اللي جاي من الترسانه. غزال انا اتفرجت عليه كده هايلايتس. طبعا يعني كويس. انا يعني ما اقدرش احكم لعيب عنده كوره عشان هو احترف بره. فعنده ثقه. غزال لعب بره. لعب بره طبعا. فهو عنده، ما اعرفش ان هو جاي من يعني انتقال حر من الترسانه. لعب بره. فهو عنده الشخصيه وعنده الثبات الانفعالي وعنده القوه وعنده قوه بدنيه عاليه جدا. احنا لازم عندنا حاجه زي كده وتبقى مميزه كمان على فكره. مش ده بالعكس، انت ممكن تصدر لعيبتك انت بره. يعني انا ممكن اللعيبه من عندك انتقل الانديه تاني بره في اوروبا، هتستفيد ماديا مش هتشتري لعيبه، بس لازم تجيب لهم مدرب يبقى على نفس النهج المدير الفني اللي هو. صحيح. في الدرجه الاولى. طيب نروح لماتش السبت قبل ما نروح لماتش السوبر. اعدي معاك على ماتش السوبر لو انه لسه بدري شويه والاهلي بيفكر دايما خطوه بخطوه، بس ماتش السبت شايفه ازاي؟ وايه اللي انت ما شفتوش في ماتش الذهاب تتمنى تشوفه في ماتش العوده؟ اولا هو الماتش اللي فات طبعا احنا يعني مش عايزين، يعني كانت القرعه دايما زمان معودانا ان احنا بنلعب فرق من افريقيا. وفرق افريقيا دايما يعني معظم مش بيبقى مهتم، يعني ممكن نلعب الماتشين هنا الذهاب والعوده زي الزمالك كده بيلعب ماتشين الذهاب والعوده هنا في القاهره. لكن يعني وقوع القرعه بتاعتنا احنا مع شمال افريقيا بتبقى صعبه، خدت من فكرك شويه. انت عارف انت ما حصلتش. انا بستعرض قبل كده يعني، بس استعرضت مواجهات يوم الماتش، استعرضت مواجهات او الحلقه اللي قبل الماتش مواجهات الاهلي في الدور ال 32 كلها مع فرق افريقيه. ما حصلش انه الاهلي قابل فريق تونسي، اي فريق تونسي في دور ال 32. طيب يعني دي جديده من نوعها. فطبعا خلتك انت بتاخدك انت في حته ثانيه اللي هي بقى انت رايح كانك هتلعب الترجي. ايوه. الجمهور والحماس وشمال افريقيا والكلام ده. لكن احنا طبعا فرقه يعني بس يبقى الحقيقه انه نتائج الفرقه بتقول ده يا كابتن سعيد. انت بتتكلم على فرقه تفوقت على النجم الساحلي، على الصفاقسي، على الافريقي التونسي، وكانت قريبه جدا من الترجي، يعني كانت براس براس زي ما بيقولوا كده لغايه فيعني هنقول انها فرقه كويسه. لكن احنا مش عارفين النجم بقى فين دلوقتي. ما هو مش هو النجم دلوقتي، مش ده الصفاقسي بتاع زمان. تمام. اختفوا. فاكيد في حاجه برضه هتلاقي. في لعيبه، في امكانيات، في لكن وجود فرقه من افريقيا لازم تعمل لها اهتمام. تمام. فانا شايف ان انها فرقه كويسه. مش طيب عندي ملاحظتين على التشكيل وعلى التغييرات هاخدهم معاك، بس بعد ما نستعرض جزء من رسائل الجماهير النادي الاهلي. انا بتهيألي انه وانت بتهيألي بتقابل الاهلاويه كتير وبيكلموك، يعني معظم الاهلاويه ان لم يكن كلهم مبسوطين طبعاً بالاداء طبعاً وبالشكل اللي ظهر على النادي الاهلي قبل النتيجه. تمام. تعال نشوف رسائل جماهير النادي الاهلي لفريقنا قبل ماتش السبت ان شاء الله. يوحنا تقي تقريبا، البدايه موفقه وعليكم التكمله والتركيز في الملعب واحراز اهداف من انصاف الفرص المتاحه والدفاع عن عرين الاهلي وبالتوفيق. محمد سيد حجاج، كونوا على قدر المسؤوليه بره او جوه مصر، العب برجوله للفوز مش للتعادل. الاهلي طول عمره بيلعب للفوز.
يا محمد، واستعادة اللقب فرحة جمهوركم ونجاح مجلس الإدارة. خالد عبد العزيز، بإذن الله قادرين على التأهل لدور المجموعات، وإن شاء الله الفوز بالبطولة يكون 11 الإفريقية في القلعة الحمراء، أهلاوي وأفتخر إن شاء الله بإذن الله تكون موسم 11 ده. روجي عمرو بتقول بالتوفيق للجميع إن شاء الله، 11 راجل في الملعب، إصرار إصرار دائما على المكسب. مجد زعيد، أنتم رجال الأهلي ارفعوا رؤوسنا وفرحونا بالفوز، إحنا بنحب الكيان العظيم، أعظم نادي في الكون. عايز أقول حاجة ارتباطا بالرسالة دي بس بعد ما استعرض جزء من رسائلكم. محمد رجب، كنتم رجالة ومش طالبين منكم أكتر من كده، واللي يلعب لنفسه ملوش مكان في قلبنا. طيب القصة على فكرة، وده إحساس عام يعني، ده انطباعي أنا الشخصي عن فكرة أنه جماهير النادي الأهلي محتاجة أنكم تردوا عليهم على كل واحد فكر أنه يقلل أو أنه يستفز جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة. في أوقات كتيرة جدا كنت حاسس بتقدير وبتفهم، في وقت لما خسرنا بطولة الدوري بفعل فاعل حسيت أنه الناس فاهمة إيه اللي حصل، وحاسة أنه ممكن يبقى فيه تقصير عندنا، لكن في كمان عوامل خارجية أثرت في ضياع اللقب. لما وصلنا لنهائي دوري الأبطال وما حققناش اللقب برضو كانت الناس زعلانة على ضياع اللقب، وخصوصا أنها كان نفسها في لقب ثلاثة على التوالي، بس كانت فاهمة كمان الكمين اللي اتعمل للنادي الأهلي. احنا مرينا بكمية أكمنة، منها اللي في كأس العالم ومنها اللي في بطولة أفريقيا، وكل الاتحادات الحقيقة يعني موسم من أسوأ المواسم، اتحاد دولي، اتحاد أفريقي، اتحاد مصري، كلهم كان ليهم سقطات للأسف شديد مع النادي الأهلي. اولا الرسائل الحمد لله مبشره المره دي عن المره اللي فاتت خالص، الناس كلها متفائله، ودي الحمد لله ميزه. هي جمهور النادي الأهلي هيظل ويعيش هو اللعيب رقم واحد. فانا شايف ان المره دي الحمد لله متفائلين، عندنا فرقه قويه والله، بنطمن الناس بجد جدا جدا، فرقه جداً قويه جدا طبعاً. والله ما يخافوا خالص يعني، حتى الشكل والكلام ده انا مش عايز اتكلم على خصوم او اتكلم على تحكيم، انت الفريق الوحيد الفريق الافريقي الوحيد اللي داخل في قائمه الافضل او اعلى الفرق الانديه العربيه تسويقيا. تمام يعني، فسكواد الاهلي ده من غير حتى ما تكمل الميركاتو، ميركاتو الاهلي لم يكتمل. تمام، ده شيء معلن وشيء معروف للجميع، الاهلي لم يكمل سوق الانتقالات بتاعه وفي انتظار ميركاتو يناير، وبالتالي حتى رغم انك ما كملتش الميركاتو بتاعك ما زلت داخل قائمه اولا نمره واحد على مستوى قاره افريقيا. سكواد الاهلي هو الاعلى من ناحيه القيمه التسويقيه على مستوى قاره افريقيا وجوه افضل 10، وانتوا عارفين طبعا الامكانيات الاقتصاديه الكبيره جدا والتمويل الصفقات اللي بيحصل فيه الانديه الخليجيه، ورغم كده الاهلي داخل في افضل الانديه العربيه تسويقيا والوحيد اللي بيمثل قاره افريقيا. اكيد عشان كده احنا قلنا النادي الاهلي ما بيجيبش اي لعيب، يعني النادي الاهلي بيجيب اللي هو بيحتاجه بس. انا شايف الحمد لله في تفاؤل، عندنا يقين في ربنا سبحانه وتعالى، الشكل هيتغير ان شاء الله يعني ده موضوع يعني بجد لازم الناس تطمن. عايزين الجمهور يرجع تاني يساند النادي الاهلي، والناس اللي بتحب النادي الاهلي ترجع تاني، لان كان في برضو شويه حاجات كده، ما احنا بنتكلم بقى على الميديا والحاجات دي كانت مبوظه الدنيا شويه طبعا، وناس كتير كانت بتحدى النادي بس الاهلي. الفوز اللي عمله الاهلي في ماتش الحد اللي فات قطع الطريق يعني، حسيت انه في حاله تحول على صفحات السوشيال ميديا بانت. بعد بانت وان شاء الله باذن الله مباراه السبت باذن الله تعالى. احنا برضو كان عندنا مشكله الماتش اللي فات، الملعب ما كانش ارضيته صحيح جيده، مقصر شويه هو ممكن يكون شكل بس، لكن الملعب لا مصوبات كتير، الكره مش بتمشي مستويه، وطبعا دي بتاثر على لعيبه النادي الاهلي، لان انت عندك لعيب الكوره، انت عندك دلوقتي صافي ده بيكلم الكوره، فانت عندك عبد القادر لازم الكوره تبقى كنترول في رجليه، فالشكل هيتغير مليون في الميه ان شاء الله باذن الله تعالى، مع نتيجه ايجابيه، وان شاء الله تحصل نتيجه ايجابيه باذن الله تعالى اكبر من واحد باذن الله تعالى، الناس هتاخد ثقه. مين اللي هيدي الجمهور الثقه؟ اللعيبه. ومين اللي هيدي الثقه اللعيبه؟ الجمهور. الاثنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض. صحيح. لازم يبقى في التوأمه ترجع تاني إن شاء الله. وانا شايف ان احنا والله ما عندنا مشكله في اي حاجه من اول حراسه المرمى لحد لا خالص الفراوده، احنا والله ما عندنا مشكله بالعكس في اي حاجه، كل مركز فيه نجم واثنين وثلاثه، وان شاء الله باذن الله قادرين يمثلوا الاهلي بافضل شكل ممكن. الملاحظتين بقى اللي قلت لك عليهم، واحد التشكيل الاساسي اللي بدا بيه كولر الماتش اللي فات، خمسه لعيبه بيشاركوا في التشكيل لاول مره بيلعبوا جنب بعض، عبد المنعم جنب متولي جنب اكرم، انت عارف اكرم اتصف البطوله، اكرم اتصف بطوله افريقيا اللي عبد المنعم شارك فيها وبعد كده رجع النادي الاهلي، فهو جه بعد ما اكرم اتصاب، متولي مع منعم اول مره يلعبوا مع بعض. صحيح.
وبرونو سافيو وشادي حسين قدام، فانت بتتكلم على 5 لعيبه من اصل 10 في الملعب بيلعبوا مع بعض لاول مره. شفت ده ازاي؟ نمره 2 تغييرات كولر اللي في التوقيت كتير من المدير الفنيين ممكن يقول لك الماتش ماشي تعادل فتمام جدا نقفل بقى، وقرر انه يعمل تغييرات كلها هجوميه مجازفة. شفت ده ازاي؟ أولا الملاحظتين دول ازاي؟ اولا حته ان هو بيحط 5 جداد مع 5 قدام ده مش شيء ما يضرش، مفيش مغامره يعني؟ لا مفيش مغامره، لان انت بتتكلم عن النادي الاهلي استاذ احمد، النادي الاهلي نادي كبير واللعيبه الخمسه القدام اللي موجودين 5 تقال جدا، فانت بتتكلم على متولي دي هنقول عليها علامه استفهام كويسه مش وحشه، لان الراجل كده الواضح ان هو بيدي حق اللعيب طالما انت بتتمرن كويس ممكن تبقى موجود، لان متولي السنه اللي فاتت ما شاركش بشكل كبير. لا هي مش قصه كمان مستويات اللعيبه، فكره الانسجام هنا اكتر من، يعني متولي انا بشوفه واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر طبعًا. وعنده كوره، انا بحب المدافع دايما اللي عنده كوره كابتن سعيد. فمتولي لكن فكره الانسجام، فكره انك انت في مباراه صعبه في دوري ابطال بره ملعب جمهور تدخل لعيبه لاول مره بتلعب مع بعض، هي دي قصه يعني. ما هو هي فتره المعايشه اللي قبل الماتش كانت كويسه. سرد باك في العموم يعني مش هياخد منك وقت طويل، لان طالما هو لعيب كوره اساسا فمش هياخد منك وقت طويل. هي القصه كلها في القصه الهجوميه، الربط اللي بيحصل بينهم. انا شايف ان ديونج يعني انا عشان انا بحبه جدا وبعشقه يعني، معاك على طول حاجه معاك. يعني ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات يا رب. لعيب رقم 6 بينزل لوحده مع زياده الترفيه بشكل كويس، عوده توفيق طبعا حاجه ايجابيه مع معلول، وزياده السوليه مع سافيو ونزول شادي، بقى عندك دلوقتي تقدر تروح بثلاثه فروده من العمق مع الطرفين مع زياده باك من الباكين، وعندك سرد باكين لعيب الكوره. هي الميزه في مرحله الانتقاليه اللي هي لما انت بتعدي نص ملعب الفرقه الثانيه، كنا بنشوف فجوه بين خط الدفاع وده حصل السنه اللي فاتت بين المدافعين وبين خط الهجوم. لا دلوقتي احنا الكره بتعدي نص الملعب مع سافيو ومع شادي، بتلاقي الاثنين سرد باكات بقى موجودين عند نص الملعب، ودي ميزه. ازاي الراجل في اسرع وقت يقطع الكوره وازاي في اسرع وقت يبدا يلعب. واحده من الحاجات الايجابيه جدا اللي حصلت الاهلي على استعاده الكره مره ثانيه في الماتش ده كانت واضحه جدا بشكل كبير. دي بتعتمد على القوه، لان هو الراجل الظهر يعني في الحته البدنيه كويسه جدا، ودي اللي كان يعني يمكن ده اللي بيميز الدوري الانجليزي، القوه ان ازاي الكره اتقطعت هنا في اقل وقت تقدر تجيبها. اما بالنسبه لحته التغيير ففي الدقيقه 77 تقريبا اي مدير فني شادي وشريف حسام وشريف وقفش اي مدير فني في اي مباراه يقول لك انا خاصه في بطوله لو بطوله الدوري انا كده نوك اوت مش دور مجموعات يعني. دور مجموعات خدنا بونت خدنا 2 بونت خسرنا 3 بونت اقدر اعوض في ماتشات ثانيه، لكن ده نوك اوت مش هتلحق مش هيكمل ومحسوب عليه البطوله طبعا. ولسه بياخد انطباع عشان كده احنا بنقول حتى انطباعات الجمهور فيها اريحيه. لا الراجل انا بحب المدربين المجازفين جدا طبعا. دي 77 بيعمل 3 تغييرات هجوميه مش راجل مش بيدافع مش خايف. ليه؟ لان هو شايف ان الفرقه مش بتهاجمك بالشكل اللي هو الشرس اللي تقدر ممكن تجيب فيه الجول، فعنده المجازفات كلها الهجوميه. وانا قلت لحضرتك انت بقى عندك البدايل ممكن تعمل تغييرات جوه الملعب. انا شايف الحمد لله احنا مطمئنين للراجل، بيحضر سيناريو المباراه ودي ميزه. في مدربين على فكره والله كتير جدا في مصر، مش عايز اقول اجانب ومصريين، بتنزل ماتش وانت وحسب اللي بيحصل بتبدا تفوق، دخل فيه جول بتبدا تغير او لكن الراجل ده يبين ان هو عامل لنفسه سيناريو، حاسب الوقت بالظبط ايه اللي هيحصل. دقيقه 77 اللي هو اخر ربع ساعه دي مجازفه محسوبه، عايز يثبت للناس ان هو لا انا اقدر اعمل مجازفه في اي وقت، واحنا وراه يعني احنا وراه، لان هو عنده الادوات اللي تساعده وتنجحه. فبنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. ايه اللي تتمنى سريعا جدا تشوفه في ماتش العوده من فريق النادي الاهلي؟ اتمنى عوده الجمهور رقم 1 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كامل العدد. يا رب. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي باكثر من هدف. عوده الكابتن محمود الخطيب بالسلامه ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن سعيد. شكرا. سعداء بوجودك معنا النهارده واستمتعنا بيك، ونتقابل قريب ان شاء الله ونحتفل بمزيد من صالات العروض القويه، وكل التوفيق لرجالتنا في مباراه الاتحاد المنستيري اللي جايه. يعني اعتقد ان البدايه كانت ولا اروع، ومستنيين افضل حقيقه في الفترة اللي جاية مع دخول اللعيبة في فورمة المباريات ووصول المستوى البدني وقدرتهم على ترجمة أفكار مستر كولر. أعتقد أنه الأهلي هيظهر بشكل الموسم ده في أفضل حالاته. بشكر حضراتكم على المتابعة، بشكر مرة تانية كابتن سعيد عبد العزيز على تشريفه لينا في السادسة، وبكرة على كل خير نتقابل حلقة جديدة والسادسة. تحياتي لكم.